السلام عليكم، انا مهندس عبد الله احمد شوقي، عضو مجموعه تنميه الموارد في لجنه الخطه الاستراتيجيه وتنميه الموارد بنقابه المهندسين في الاسكندريه. هكلمكم النهارده على مشروع ابلكيشن البروتوكولات اللي احنا هنعمله في نقابه المهندسين، اللي هيكون خطوه من الخطوات اللي هنستخدمها في تقديم خدمات افضل للمهندسين باستخدام التكنولوجيا. وبعدها نكمل بعرض الحلول. بداية الفكرة كانت ان احنا لقينا ان نقابة المهندسين بتقدم مجموعة من الخدمات لأعضائها المهندسين، زي بروتوكولات التعاون والتخفيضات والدورات التدريبية والرحلات، وفي نفس الوقت المهندس مش بيستفيد كتير من الخدمات دي نتيجة انها مش موجودة مجمعة بشكل ثابت او واضح، والبحث عنها بعد كده بيكون صعب، لان هو مجرد اعلان بينزل على صفحات النقابة وبعد كده المهندس ما بيقدرش يوصله تاني. فكرنا ان احنا نعمل ابلكيشن للهواتف الذكيه، نعمل فيه تجميع للخدمات اللي النقابه بتقدمها وتصنيف صحيح للخدمات دي كلهم في مجال. احنا كمهندسين هنستفيد من الابلكيشن ده بثلاث طرق، اول استفاده هتكون هي حصر البروتوكولات والخدمات زي ما قلنا. الفايده الثانيه ان احنا هنستخدم الابلكيشن كمورد من موارد النقابه، ونقدر نطلع منه دخل للنقابه عن طريق اعلانات بسيطه للمقدمي الخدمه اللي هيقدموا خدمات تنفع المهندسين، وفي نفس الوقت بشكل ما يخليش الاعلانات دي ازيد من اللازم. الفايده الثالثه والاهم هتكون في طريقه تنفيذ الابلكيشن، فبدل ما نعتمد على شركات سوفت وير تاخد من النقابه مبالغ ماليه كبيره مقابل تنفيذ الابلكيشن، هنعمل منحه تدريبيه مجانيه لحديث التخرج من المهندسين ل 40 مهندس بالظبط، و10 من طلاب كليات الهندسه المختلفه في مجالين هندسيين مهمين جدا، هم الاندرويد بروجرامنج والباك اند ديفلوبمنت. والمنحه دي هتاهل الشباب ان هم يقوموا باعمال تقنيه لصالح النقابه، منها ابلكيشن البروتوكولات. النقابه هتتعاقد مع 2 مهندسين من ذوي الخبره الكبيره في مجال الاندرويد بروجرامنج والباك اند ديفلوبمنت عشان يقدموا المنحه المجانيه لحديث التخرج والطلاب، وعشان يشرفوا عليهم اثناء تنفيذ تدريب عملي هننفذ فيه الابلكيشنز المختلفه اللي النقابه محتاجاها وحلول السوفت وير. وبكده تبقى النقابه اخذت خطوه كبيره في تاهيل مجموعه من الشباب حديث التخرج لسوق العمل وحل ازمه البطاله عندهم، وفي نفس الوقت فتحت مورد كبير من موارد الدخل على النقابه، وفي نفس الوقت جهزت فريق تكنولوجي كبير يقدر يعمل لها الخدمات السوفت وير بتاعتها خلال فتره 6 شهور التدريب النظري والعملي. لو انت مهندس خبير في مجالات الاندرويد ديفلوبمنت والباك اند ديفلوبمنت وعايز تبقى انت انستراكتور الدبلومه بتاعتنا، ابعت لنا السي في بتاعك على ايميل اللجنه. ولو انت شايف نفسك كمهندس حديث التخرج تستحق المنحه دي وتقدر تدي فيها ومتفرغ ومستعد للالتزام خلال فتره التدريب النظري والعملي، ابعت لنا برضو وقول لنا ليه انت ممكن تشارك معانا. كان معاكم مهندس عبد الله شوقي، واهلا بيكم في المشاركه في مشاريع تنميه الموارد الخاصه بنقابه المهندسين في الاسكندريه. شكرا.